مرات أبويا. تيتا زيزف. ها؟ تيتا زيزف. أيوة تيتا زيزف. دي كنا في أشمنت، بلد اسمها أشمنت. فرحت الكنيسة وخدمت شماس في كنيسة أشمنت ديت، وبعدين رجعت البيت. فبالصدفة هي ضربتني. ما يتكتبش الكلام ده عشان اخواتك ما يزعلوش منك. لا ما حدش يزعل مني. لا يزعلوا. ضربتك ليه طيب؟ انت كنت بتعمل حاجه وحشه. استني بس، ضربتني. ضربتك ليه؟ ايه؟ ليه؟ مش فاكر ليه. لا كل واحد يرمي السنه جوه بقه وانت مالك انت ما تخليه يتكلم زي ما عايز. صحيح ليه؟ بس ايه؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه. انا اشتكيتها لابويا، فلما قلت له دي ضربتني وبتاع معرفش، قال لي معلش اعتذر لها. فقلت لها انا بس عشان متناول النهارده، متاسف عشان متناول النهارده. وقالتني طب خلاص انا مش هضربك، وبستني. فمن ساعتها بقت تحبني وتعتبرني ابنها الاكبر البك، لان بنتها هي اللي كانت البك بنت. وبعد كده بقت المعامله مع انا تحبيني جدا، وانا بقيت اتولى تربيه اولادي. امال فين عمو مريس؟ عمو مريس وعمو منير في الوقت ده كانوا بيشتغلوا، كانوا ما كانوش بيزوروها ويتولوا من المسؤولية شوية؟ لا، منير ما كانش ليه دعوة خالص، وكان يعني شديد شوية. انما انا كنت طيب. ما يعني عملتهم كأصدقاء وكأنهم اخواتي الصغيرين وبراهيم. وكنت ساكن معاهم ولا ساكن في حتة تانية؟ لا كنت ساكن معاهم وانا بدرس، كنت بدرس. هم كانوا عمو مريس كان متجوز ساعتها؟ لا كان ساكن في حته تانية؟ كان بيشتغل في مصر. كان بيشتغل في حته تانية؟ في مصر. وانا طب ما انتوا كنتوا في الظاهر. ما كنتوش لسه في الظاهر. لسه ما رحناش الظاهر. فكنا يعني عشنا كلنا احباء، لان اخواتي كلهم كانوا يحبوني وانا احبهم، ومرات ابويا كانت تحبني جدا، وعشنا في سلام كلنا لغايه ما كبرنا. برضه كنا احباء وكاننا ما فيش فرق بين اخ وشقيق او مش شقيق. ربنا يديم المحبه. الحمد لله.